بسم الله الرحمن الرحيم والروح القدس الان واحد امين حلقه جديده من حلقات برنامج ثابت فيك هناخد النهارده بنعمه ربنا الاعلان المكتوب الاعلان المكتوب ده بدا من اول موسى النبي ربنا بدا يعلن ذاته للانسان وبدا يديله وصايا مكتوبه على لوحي الشريعه وامر الناس ان هم يتبعوا الوصايا والتعليمات المكتوبه علشان تكون قانون ثابت في تعاملاتهم مع الله ومع انفسهم ومع الاخرين وتوالت كتابة الأسفار حتى وصلنا لغاية آه يعني عصر المكابيين ويهوديت وتوبيا وغيره من الأصفار اللي كتبت في الحقيقة آه آه يعني في القرون أو السنوات القليلة التي تسبق مجيء المسيح للعالم حسب الجسد. لكن عايزين نقول على حاجة مهمة أوي في الإعلان المكتوب. الأصفار المقدسة اللي بين أيدينا دي مش مجرد جهد إنساني ولا مجرد عمل إلهي خالص من العنصر البشري، يعني نقول إيه؟ أن الأسفار المكتوبة لدينا لها طبيعة مزدوجة تجمع بين الجهد الإنساني والعمل الإلهي خلي كده حضراتكم الإنسان عشان يشترك أو يعني الله يبين الإنسان أنه بيحبه خلى الإنسان يشترك في صياغة الكلمات اللي ربنا عايز يوصلها للإنسان علشان الإنسان يفهمها ويتعامل معاها كنوع من أنواع الملكية الخاصة بيه أحد المفكرين في الحقيقة يقول كده عن طبيعة الإعلانات الإلهية في العهد الجديد ايه؟ يقول أن الإعلان هو شيء مختبئ ربنا بيظهره عن طريق اللفظ أو الرؤية ليه؟ لأن العقل البشري مستحيل يقدر يوصل لهذه المعرفة أو يتوقعها يعني أحبائي التجسد والفداء ومجيء المسيح الثاني وقيامة المسيح من الأموات دي امور العقل لوحده ما يقدرش يستوعبها، هنا لازم ايه بقى؟ هنا لازم ان الله بنفسه هو اللي يعلنها للانسان، لازم هنا معونه الروح القدس للانسان عشان يقدر يستوعب هذه الامور. كمان يقول ان الاعلان هو كشف الله عن فكره للانسان. احنا اتفقنا ان فكر الله اسمى من فكر الانسان، فكر الله ابعد بكثير من فكر الانسان ومن جميع توقعاته. باقي البعض لا يقبل بعض الافكار بداخل الكتاب المقدس لانه عايز يقيس الكتاب المقدس على مسطره توقعاته او مسطره ثقافته الخاصه او عقله البشري المحدود لا استنى بس ربنا قال ان طرقي ليس كطرقكم وافكاري ليس كافكاركم يعني في افكار جوه الكتاب المقدس دي افكار الهيه عشان تقدر تستوعبها او تفهمها لازم الله هو اللي يعلن لك ذلك لازم يكون في معونة الروح القدس اللي تعلن للإنسان هذا الفهم السامي جدا عن فكر الإنسان كمان نقول أن الإعلان هو إعلان الله عن ذاته مش ممكن نقدر نفهم إعلان الله عن ذاته إلا من خلال تجسد الله الكلمة بنفسه للإنسان يعني الكبير هو اللي جير الصغير لكن كان مستحيل الصغير يقدر يستوعب يعني فكر الكبير طبعا حاشا لله من التشبيهات لكن بنحاول نوصل الصورة على قدر الامكان. كمان اعلانات الله بيتقال عنها كده هو اعلان بمعنى ايه؟ من حيث ان ربنا بيظهر لينا الحق ويظهر لينا ما هو مخفي ويظهر لينا ما هو يعني غير مش هقول غير منطقي لكن يعني غير مستوعب بقدره الانسان المحدوده. عشان كده بنقول ان اعلان العهد الجديد للانسان مش مبنية على فراسة وذكاء الإنسان وقدراته المحدودة العقلية لا لا خالص دي مبنية على إيه؟ على محبة ربنا للإنسان ورغبته في إنه يوصل هو للإنسان فيرفع الإنسان ليه عشان كده السيد المسيح يقول إيه؟ طوبى لك يا سمعان ابن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات يعني أنت في الحقيقة يعني أمنت نتيجة إن إن, إن الله هو اللي أعلن ليك ده مش نتيجة إن تفكيرك البشري اللي هو تفكير اللحم والدم هو اللي قاعد بفرصته وذكائه قاعد يحلل ويمنطق الأمور لا خالص ده أنت فهمت نتيجة إن أنت سبت فرصة لربنا إنه يعلن ليك عن ذاته وعن طبيعته خلينا نقول كده على عنوانين مهمين قوي إعلان الله هو إعلان الفداء حبايي الإنسان حينما سقط ربنا ما كانش ممكن يسيبه يعيش في ذلك الفساد عشان كده ربنا لم يتعامل مع الإنسان والخطية كشيء واحد يعني الله يكره الخطية أيوة لكن بيحب الخاطي والنقطة دي مهمة قوي عشان كده الله كان شايف أن الخطية شيء مر جدا الخطية طبعا تتنافى وتتعارض مع صلاح الله لكن الإنسان نفسه اللي قام بالخطية ده كان محور اهتمام الله والله كان يبحث عن هذا الإنسان لكي ينتشر من الخطية عشان كده بنقول باقي ربنا تعامل مع الخطية بقصد تخليص الإنسان من الخطية ومن نتائجها اللي هي الموت، عشان كده ربنا دبر للإنسان الفداء في ملء الزمان. عنوان تاني برضو مهم أوي إعلان الله في أو هو يتعرف إنه عبارة عن إعلان إرادة الله لشعبه، بس أحبائي إرادة الله للإنسان أن يصبح الإنسان قديس زي الله. يقول باقي إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قدسين لإني أنا قدوس ولا تنجسوا أنفسكم بدبيب يدب على الأرض يعني هو ربنا عايز يقدسنا عشان إحنا بتوعه هو ربنا عايزنا نبقى قدسين زي ما هو قدوس لكن البشرية في الحقيقة بضعفها لوحدها ما تقدرش لأن الضعف الإنساني هنا ياخد الانسان بعيد عن القداسه، يبقى هنا محتاجه ايه بقى؟ محتاجه الله الكامل، محتاج أن الله كامل القداسه، كامل البر، كامل الصلاح، هو اللي يعلن للانسان ازاي ممكن يكون آه هذا الطريق اللي الانسان يكون فيه قديس. ونلاقي في النهايه ان ربنا بيعلن نفسه عن طريق الناموس المكتوب، ويقدر او يبدا يعين او يعلم الانسان انه يعيش معاه في حدود انه يبدا يقول له ايه؟ الخطيه تعرفها كذا. يبقى البر تعريفه كذا. الـ 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 الوصيه دي بتقول كذا، يبقى لو انت عملت كذا يبقى انت وقعت في الخطيه، لو انت حفظت على نفسك يبقى انت عملت اعمال البر. هنا بدا الانسان يدخل في علاقه مع الله اسمها علاقه العهد، وعلاقه العهد دي في الحقيقه هو ان الله يتعهد ويلزم نفسه انه يخلص الانسان، لكن عايزين نقول على حاجه، الانسان ايضا ممكن يرفض هذا الإصلاح ويرفض هذا الخلاص أو يقبله طيب تعالوا ننتقل لمرحلة تانية اسمها مرحلة إيه بقى إنه في بالرغم من كل هذه الإعلانات إن في ناس رفضت الله فيقولك مثلا إيه طب إذا كان الله موجود طب إحنا ليه مش بنشوفه طب أنا عايز أشوف ربنا في ناس كده يقولك لك إيه بص بقى أنا لو شفت ربنا أنا أؤمن بيه على طول طيب طالما انا ما بشوفش ربنا يبقى إيه ربنا مش موجود، ما هو عيني وعقلي وحواسي مش لامساه، وما لا ادركه بعقلي وبحواسي فهو غير موجود. الحقيقه الاجابه على هذه الاسئله بتكون اجابه سهله جدا ومنطقيه جدا، لكن خلينا نفكر الاول بالعقل. هل انا كانسان بتعامل مع كل شيء في حياتي بهذا المنطق؟ الاجابه لا. ليه بقى؟ لان رقم واحد في كتير من الامور زي مثلا الكهرباء هل حد فينا بيشوف الكهرباء يعني مثلا بيحط السلك كده ويقعد يتفرج على الكهرباء والالكترونات بتاعتها وهي ماشيه في السلك اكيد لا طب ايش ضمني ان السلك ده فيه كهرباء لما اشوف ان اللمبه بتنور طب ايش ضمني ان في موجات صوتيه موجوده في الهواء لما اسمع من الموبايل صوت الناس اللي انا بكلمهم وبالتالي انا بستدل على وجود الاشياء من تاثيرها وليس من رؤيتي ليها او ان انا يعني احس بيها إحنا أحبائي كلنا عشنا في زمن كان فيه الكورونا وما زالت الكورونا موجودة يعني فنقول إنه كلنا كنا متأكدين إن في حاجة اسمها فيروس الكورونا هل حد فينا كان هل حد فينا شافه؟ أبداً لكن كلنا كنا متأكدين إنه موجود بالاستدلال على تأثيره. نقطة كمان مهمة أبي لأن الله روح فلا يمكن أن نراه إلا من خلال العمل الروحي يقول باقي إيه. الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا يبقى الله بلاهوته وجوهره بطبيعته غير مدرك بالحواس لذلك ما حد شاف الله من المخلوقات في رساله معلمنا يوحنا الاولى لصحة الرابع يقول لباقي إيه. الله لم ينظره احد قط ما حدش فينا شاف اللاهوت في ايه في الحقيقه يعني نختم بيها آه هذه الحلقه يقولها في الحقيقه آه يعني معلمنا بولس الرسول في رسالته الاولى لتيموثاوس يقول بقى ايه الذي وحده له عدم الموت حسب اللاهوت اللاهوت غير قابل للموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يراه احد من الناس ولا يقدر ان يراه عشان كده الله اخذ جسدا انسانيا عشان احنا نقدر نشوف الله ونتعامل معاه الذي له الكرامه والقدره الابديه امين حسب تيموثاوس الاولى ستة ستة عشر هنستكمل في الحلقة القادمة بنعمة ربنا السؤال أو إجابة السؤال بتاع إزاي يعني ربنا موجود وإحنا ما بنشوفوش أو ما بنقدرش نلمسه بحواسنا أو يعني يعني بأجسادنا زي ما إحنا بنلمس الأمور المادية الله يدينا ويديكم كل نعمة وكل بركة وده ربنا المجد دام أبدين الأبد أمين